بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعيني، يا رب تكونوا كويسين وبصحة جيدة. معكم من صفاء قناة يوتيوب. اللي بيسمعني لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل الجرس عشان توصلوا كي يصل كل موضوعات التعبير والوضعيات الإدماجية. اعملوا لنا لايك وكمان كومنت حلو منك في التعليقات لو عجبك الفيديو. وحابة اعرفكم ان في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة، حابة ان انتوا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كي يصل كل موضوعات التعبير والوضعيات الإدماجية. النهارده اول يوم باذن الله حل الوضعيات الادماجيه المتوقعه في اختبار الفصل، في اختبار الفصل الثاني لسنه ثالثه متوسط، يعني الصف الثالث المتوسط. هذه التوقعات ليست توقعاتي، وانما انا شاهدت فيديو لقناه الاستاذ محمد ابو شاكر العبودي. يعني هذه التوقعات ليست توقعاتي، توقعات الاستاذ محمد ابو شاكر العبودي، فانا قمت بحلها. تمام، يا رب تعجبكم. ببعت التحية والشكر للأستاذ محمد أبو شاكر العبودي، قناة الأستاذ محمد أبو شاكر العبودي من مصر. ببعت له الشكر والتحية على مجهوداته العظيمة اللي بيقدمها لتلاميذه، وأتمنى النجاح والتوفيق له، وأتمنى برضو من الله أن يوفقه في المسابقة التي تقدم له. تمام، يلا كده عشان ما اتاخرش عليكم، ما اطولش عليكم في الفيديو. عندنا ثلاث موضوعات كتبتهم. التلوث تفسيري، دي المرتبه الاولى، لان هو ممكن تيجي التلوث تفسيري، والمرتبه الثانيه بعدها الهجره حجاجي، وبعد المرتبه الثالثه الارجح ان هو قال ان الصناعات التقليديه او وصف حرفه، دي المرتبه الثالثه. الهجرة حجاجي موجودة في القناة، أنا ما مش هذكرها، مش محلتهاش في الفيديو لأنها موجودة في القناة. لو احتجتوا الفيديو أو لو أنتوا عاوزين الفيديو موجود في القناة. النهاردة تلوث والصناعات التقليدية ووصف حرف. تمام، نبدأ بالتلوث. تلوث نمط تفسيري، ذكرت التعريف والأنواع والمخاطر وكيفية التصدي للتلوث، ونصيحة في آخر الوضعية. المقدمة، أترك بياض. التلوث البيئي ظاهرة تهدد حياة جميع الكائنات التي خلقها الله، ومن أكثر المشاكل خطورة على صحة الإنسان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المقدمة كده وضعت نقطة، ثلاث سطور. أدخل على العرض، أترك بياض. التلوث البيئي هو دخول أي نوع من أنواع الملوثات إلى النظام البيئي الطبيعي، مما يؤدي إلى إلحاق الأذى به. ذكرت كده تعريف التلوث البيئي. هدخل على أنواع التلوث البيئي، ويوجد عدة أنواع للتلوث، منها التلوث الهوائي والمائي والبيولوجي والضوضائي والحراري والإشعاعي، وكذلك تلوث التربة والغذاء وغير ذلك من الملوثات. وجميع هذه الملوثات لها خطرها البالغ على صحة الإنسان لأسباب عديدة، منها أولاً التقدم الصناعي وما ينتجه من مخلفات ونفايات، ثانيا انتشار الغازات والأتربة في الجو، ثالثا حرق الغابات وقطع الأشجار واستخدام المبيدات الحشرية، رابعا الصوت المرتفع، يعتبر من أكثر الملوثات التي تلوث البيئة، ممكن نكمل التي تلوث البيئة، خامسا تلوث الأنهار وموت الأسماك وغير ذلك الكثير من الأسباب، طبعا موت تلوث الأنهار وموت الأسماك أو نفوق الأسماك. نكمل، ونتيجة إلى ذلك نجد العديد من المخاطر التي تصل إلى حد الموت والإصابة بالعديد من الأمراض كأمراض التنفس والقلب، دي كده المخاطر أو الأضرار، وقلة السمع، وأمراض الصدر والحساسية والالتهاب الرئوي والكآبة والقلق، وكذلك وجود الاحتباس الحراري الناتج عن التلوث. وللتخلص من ذلك، في فصلة هنا، وللتخلص من ذلك علينا التخلص من النفايات بإعادة تدويرها وزيادة المساحات الخضراء والتشجير، وأيضا الحفاظ على الماء وعدم قطع الأشجار وحرق النفايات. وعلى الدولة دور كبير في التوعية ومعاقبة المخالفين. الخاتمة، أترك بياض. البيئة من حولي مصدر حياتي وسبل راحتي وسعادتي، لذا وجب علينا المساهمة في مكافحة التلوث. والدين الإسلامي يحثنا على عدم الإضرار في قوله تعالى، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. استشهاد بحديث شريف، ممكن عايز استشهد بحديث آخر، ممكن حديث آخر، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
هذه الوضعية عن التلوث البيئي. ممكن نذكر برضو ممكن تيجي بطريقة أخرى. لفت انتباهك إصابة عامل النظافة بجرح خطير نتيجة إلقاء سكان العمارة لقمامة فيها بقايا الزجاج. قدمت له يد المساعدة ووعدته في كيفية تصريف في قمامتهم المختلفة. أقنع الجيران ببعض السلوكات التي يمكن أن يتحلوا بها. يبقى هنتكلم عن عامل النظافة نمط حجاجي، مما لا شك فيه أن عامل النظافة صديق للبيئة ومهنته من المهن الشريفة، فهو يبذل قصارى جهده في سبيل أداء واجباته على أكمل وجه. العرض يواجه العامل بعض المخاطر والإصابات أثناء عمله نتيجة رمي القمامة بطريقة عشوائية وعدم فرزها. أنتم مخطئون عندما تقومون برمي القمامة بهذه الطريقة، فإذا أنتم حرصتم على اتباع السلوكات الصحيحة لما تعرض هذا العامل إلى العديد من المخاطر والأضرار. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا دليل من الدين الإسلامي على عدم الإضرار ومراعاة الآخرين. فكلما قمنا بالنظر إلى القمامة ثم وضعناها في أكياس ثم وضعناها في أكياس الزجاج في أكياس الزجاج في أكياس والبلاستيك في أكياس وكذلك بقايا الأطعمة في أكياس أخرى، يساعد ذلك في عملية فرز النفايات. وأيضا رمي القمامة بطريقة منظمة واحترام مواعيدها وأماكن رميها يساعد العامل في أداء عمله وتسهل له أمور كثيرة. نحن لا نستطيع الاستغناء عن عامل النظافة إذا أصيب بخطر أو مكروه لا قدر الله، فلولا تصبح البيئة ومحيطنا وأماكننا السكنية غير نظيفة مليئة بالعديد من الملوثات والقاذورات. ومن وجهة نظري مهنة عامل النظافة مهنة شاقة وصعبة وتستحق التقدير وليس الإيذاء بسوء الكلام أو التصرفات الخاطئة والمذمومة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الخاتمة أترك بياض. إذن عليكم أنتم يا جيراني وأصدقائي بحسن التصرف والتحلي بالفطنة لما في ذلك من أذية وضرر كبير. خلصت، أضع نقطة. هذه الوضعية الثانية للتلوث البيئي، يا رب تعجبكم. نمط حجاجي عن عمال النظافة أو عامل النظافة، إقناع الجيران ببعض السلوكات التي يمكن أن تحلوا بها. أعتذر إن الفيديو حيطول معاكم، بس أتمنى أو أرجو منكم إن أنتوا تبقوا لحد إلى أن ينتهي الفيديو. وفي هنا برضو تعبير عن التلوث، 13 سطر، لو انتوا عايزينه يعني موجود في القناة. ادخل على وضعية عن وصف حرفة. اتكلمت هنا وصفت السجاد او الزربية، صناعة السجاد او الزربية من الحرف التقليدية الجزائرية، وهي رمز وتراث بلادي عبر الازمان. يرتبط اسم فن صناعة الزربية بعراقة الشعوب القديمة، وكما تعرف الزربية بأنها فن شعبي عريق توارثه الأجيال عن الآباء والأجداد، وقد تتطلب في صناعتها العمل عليها بالأيادي. وأما عن طريقة الصناعة، تصنع آخرها عين، حرف العين. تصنع الزربية أولا بغسل الصوف وتجفيفه وتمشيطه بآلة القرداش، وثانيا القيام بغزله وتحويله إلى ألياف وخيوط، وتصبغ بألوان زاهية ومتنوعة، وأخيرا تثبت الركائز بين حطة ورفدة ودقه بالخلابة. أنواع الزرابي كثيرة ومتنوعة وألوانه جميلة، وزخارفه تعبر عن تراثنا المحافظ، وقد ينسج لتزيين غرف استقبال الضيوف والجدران، فهو ميزة البيوت في الجزائر قديما. كما تحرص العروس على أخذ زربية في جهازها،
وهو يعادل الذهب والحلي من حيث القيمة. إن تاريخ صناعة الزربية تقود إلى أكثر من 5000 سنة، وبالرغم من التطور والحداثة إلا أنها تقاوم من أجل البقاء. وأما عن المناطق التي تنتشر فيها هذه الصناعة، منها ولاية غردايا وبالتحديد سوق غردايا، فهو يقف شاهدا على عراقة المنطقة في هذه الصناعة. وهناك أيضا جبل العمور الأغواط، فأغلب سكان هذه المنطقة من مربي الماشية، فتوفير مادة الصوف ساعد على انتشار الصناعة. وأضف إلى ذلك ولاية تلمسان، وهذه الصناعة مصدر رزق ووجهة سياحية. الخاتمة: لذا علينا الافتخار والاعتزاز بهذه الحرفة، فهي تراث ثمين ورمز من رموز الأصالة. أترك بياض في بداية الخاتمة. دي وصف حرفة الزربية أو السجاد، موجود في القناة. لو أنتوا عاوزين وصف أي حرفة موجود في القناة، أنا بس ذكرت هنا الزربية. وعندنا تعبير عن الصناعات التقليدية، نمط تفسيري، وصف حرفة برضو نمط تفسيري. تتنوع الصناعات التقليدية بالجزائر في كثير من المجالات، وتختلف من منطقة إلى أخرى حسب العادات والتقاليد لكل منطقة. المقدمة: أدخل على الأرض. أصبحت الصناعات التقليدية مقياسا حقيقيا للرقي والتفنن الإبداعي، كصناعة الأواني الفخارية والمنسوجات القطنية والأثاث المنزلي المزغرف، كزغرفة الفضيات والمنسوجات القطنية والمجوهرات والحلي والنقش على النحاس وصناعة السجاد وغيرها. وهذه الصناعات لها أهمية كبيرة، لأنها مصدر رزق لكثير من العائلات، وتسهم في خلق فرص الشغل والإضافة إلى جلب السياح. الصناعات التقليدية أصل كل الصناعات، وهي لا تتطلب إلى آلات ومعدات وموارد مستوردة، ولكنها تحتاج إلى مهارة يدوية ومهارة في الإبداع والذوق الفني. وغالبا ما تقوم بها النساء في المنازل، خاصة الأرياف والأماكن الشعبية. ومن رغم من أنها راقية ومبهرة وبجودة عالية تفوق الخيال، إلا أنها تعاني من العديد من المشاكل بسبب نقص الإمكانيات، وكذلك نقص السياح الأجانب، وارتفاع أسعار الموارد الأولية، وانعدام الأيدي العاملة، وتطلع الشباب إلى القيام بمهن أخرى ليس بها مستقبل، أدى إلى نقص في الإنتاج، وبالإضافة إلى ارتفاع الضرائب. كل ذلك أدى إلى غلق الكثير من الدكاكين والورش. هذه الصناعات تعايشت مع كل الحضارات وتحاربت من أجل البقاء، فهي تراث ثمين ومخزون ثقافي وحضاري. الخاتمة: أترك بياض. وبناء على ذلك، يجب أن تكون هذه الصناعات مفخرة الجزائر، وليست نهايتها الاندثار والزوال. هذه الوضعية عن الصناعات التقليدية، نمط تفسيري. برضو في القناة موجود تعبير عن الصناعات التقليدية بطريقة أخرى. لو ما عجبتكمش الطريقة دي، في طريقة أخرى مختصرة شوية موجودة في القناة، لو عايزين افتحوا القناة وتجدوها. تمام كده، خلصت حل الوضعيات المتوقعة. إن شاء الله الفيديوهات القادمة برضو هنكون حل لسنة أولى متوسط، والوضعيات الإدماجية المتوقعة لسنة أولى متوسط، وسنة تانية متوسط، وسنة رابعة متوسط. انتظرونا الفيديوهات القادمة إن شاء الله. يلا، أترككم في رعاية الله وحفظه. أشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء مع موضوعات تعبير أخرى ووضعيات إدماجية. كانت معكم مصطفى، قناة يوتيوب. ما تنسوش تشتركوا في قناة يوتيوب معرفة، وقناتي الأساسية الرئيسية قناة يوتيوب. طولت عليكم، أعتذر جدا جدا، الفيديو طويل يعني، ولكن للاستفادة، عشان تستفيدوا ويكون الفيديو مفيد لكم. أتمنى لكم النجاح والتوفيق للجميع إن شاء الله. يلا أشوفكم في الفيديوهات القادمة. يلا، مع السلامة. ما تنسوش تشير الفيديو لو الفيديو عجبكم، عشان الفائدة تعم للجميع. يلا، مع السلامة.